عليكم، تكونوا بخير. صحة جيدة في مريم. أنا كاينة في أرقانة، مطعم أرقانة هنا في مراكش، في جمال فينا. راك تسمعوا الموسيقى وكل شيء. جاية عندي واحد الأخت وطلقة معايا، وجيت كنتسناها هنا. مسكينة عرفتوا منين جاية؟ جات من فاس، جات لكازا، ومن كازا جاية لعندي. عرفتوا ضاربة بزاف ديال الكيلومترات مسكينة، نتمنوا توصل بخير. المهم أنا كنتسنى فيها هنايا، جاك مو مشى غيقضي شي حاجه هنايا ويرجع، وانا كنتسنى فيها. المهم نخليكم معنا باش نشاركوا معكم الاجواء ديال النهار عاوتاني وكل شيء. يلا فرجتكم ممتعه. هنا كيف ما شفتوا معايا، جات عندي الاخت فاطمه الزهراء الله يكبر بيها، جايبه الورود، جايبه الهدايا، ما مخليه ما جايبه، مسكينه وضربه الطريق بعيده وتكرفصات، مرضوها لها في الافراح ان شاء الله، الله يجازيها بخير. المهم حنايا كنتحدثوا انا وياها، قال شي مجمعين كنجبدوا في الذكريات ديالنا اللي بيناتنا. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم غتشوفوا كل شيء بعينيكم. احنا مجمعين وغادي ندوزوا معكم هذا نهير هذا مع الاخت فاطمه الزهراء. خليكم معنا، فرجتكم ممتعه. ايه واحد ريحه يا سلام خارجه قبل ما نوصل عندها. اوه عرفت الرائحه فيها شحال زوينه، غزاله كي ربعي تيكون عود تاعكم. مسكيه بالعود، مسكيه بالزهر، كلشي كلشي راه تفرع، كلشي ما تفرعش ما شاء الله. ولكن البغيصه ديال الجبن هنا جلسنا مع فاطمه الزهراء واحد شويه، وحنا نخرجوا تمشينا، كنتمشاو في جامع الفنا، هو يبان لينا واحد مر رمان وكيدير العصير. هو وقف جاكمو، وشوفوا الشعر ديال جاكمو كيدير، كاين واحد الريح كيطير، الريح مجهد وفيه الغبره. ما عرفتش شنو النهار اليوم، ولكن الجو سخون ما باردش، سخون. ها هو صافي خدين 10 دراهم، 10 دراهم الكاس ديال الرمان ديال العصير، اونيورو بالنسبه للقهوه الايطالي. ما تشري الرمانه كطلع لكم بكثر باونيورو، وبور زوين مصفي على مزوينات العصير. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كيحل الرمانه كيخشي من نص تما وكيعصرها وكيخرج ليه العصير ديالو. شوفوا ها ما كاين فيه لا ما لا حتى شي حاجه، كتشوفي داكشي اللي كيعصر لك. شوفوا الرمان ما شاء الله كيدين، اللي شهيته تسمح ليا. ما قصديش نشهيكم، ولكن شوفوا معايا. المهم بغيت باش نوري لكم الخيرات ديال البلاد، كلشي كاين ما شاء الله. صراحه اول مره كنجيو في هذا البيريود هذا، في اوت اول مره كنجي فيها. الاغلبيه كنجيو غير في الصيف، شهر 6 شهر 7 شهر 8 كاع كنجيو فيها. اخت فاطمه الزهراء ما شاء الله عليها، اش غادي نقول لكم؟ الله يحفظها والله يطول عمرها ومرضوا عليها في الافراح ان شاء الله. هادشي اللي كدير معنا. صافي هنايا وصل وقت الغداء، خصنا نمشيو نتغداو، لان ديجا كنت عالمه صديقه ديال اخت الصديقه ديالي اللي جينا عندها للدار، قلت لها جيو تغداو معنا غدا وصافي. ونصحونا بهذا المطعم هذا، ها هو حنا جايين ليه. فوت خطابل زوين، قالوا لنا راه زوين وفيه داكشي فيجيتاريان على حساب جاكومو،
وقلنا نجيو هنا ناكلو شي حاجه اللي قال لك ما ناكلوش الحوت يلاه واكلو في الدار بزاف واللحم ما كياكلوش، قلنا ناكلو شي حاجه فيجيتاريان نديروها ليه هنايا والناس كل واحد ياكل داكشي اللي بغاه هذيك الساعه ماشي مشكل. هاد السيده اللي غاديه هي وبنتها شدها دازو من هدايا مساكن، عقبات رجعت شافتني وهي تفكر عرفاتني وجات مسكينه سلمت عليا الله يجازيها بخير. هنا المنبر تاعي غادي نسلم عليها ونشكرها. هنا كما تشوفوا معنا دخلنا لهذا المطعم زوين صراحه، فيه داكشي تراديسيونال، فيه داكشي ديال سميتو ديال البولات ديال البيوزات داكشي كلشي ديال النحاس داكشي زوين صراحه، جبنه ونقيقي كلشي عنده زوين. المهم حنا دخلنا جلسنا هنايا وغنتسناو الاخت ديال الصديقه ديالي حتى هي غتجي هي وليداتها باش غيتغداو معنا. والاخت فاطمه الزهراء خلاص راه هي شفتوها معايا قد جيت هي تغدى معنا، جات مسكينه شاده طريق بعيده حتى هي غتجلس معنا. ايوا خليكم معنا غنشاركوا معكم هذا النهار ديالنا داز زوين صراحه، واخا فيا العيه باقي فيا العيه باقي ما ارتحيتش مزيان ولكن ماشي مشكل في وجه الحباب ماشي مشكل. هانتوما صافي دابا حطينا الوريضات في الوسط ديال الطبله كيف ما تشوفوا هكا، الناس جاو صافي كوموندينا كل واحد شنو اللي بغا كل واحد دار لورديني ديالو. وكنتسناو دابا باش غادي يجيبوا لينا الاطباق ديالنا، ها هما وصلوا. وانا خديت واحد الصالاد ها هي كيف ما غتشوفوها معايا، واحد الطويجين ها هي الصالاد ديالهم ديال اللوكال ديالهم زوينه، فيها لافوكا فيها الكروفيت فيها البسباس، المهم زوينه غنوريها لكم من بعد غتشوفوها معايا. جاكمو خذا الكسكس فيجيتاريان، خذا الكسكسو بلا لحم بلا حوت بلا حتى شي حاجه، قال لك هذاك هو اللي بغيت ما بغاش اللحم ما بغى والو. المهم هذا قلت لي خذوا اما طاجين ديال الخضره ولا الكسكسو، قال لك لا انا غناخذ الكسكسو احسن وزوين صراحه. دقت لي واحد المعلقه ها الصالاد ديالي ها هي، فيها البروكولي فيها لي طوماط فيها الفرامبواز فيها كل شيء زوينه، فيها واحد لي بيسكوي صالي. والطويجين هانتوما شوفوا معايا الطويجين ما شاء الله، الطويجين بالغنمي وبالبرقوق وسميتو واللوس، وكل واحد شنو خدا من طبيعه الحال كل واحد هز. السيد خدا سميتو طويجين ديال الدجاج بونس ما درتوش انا ولكن باين لي غير من الزيتون وخضيره وحامض مصير غيكون دجاج. البنيتات خداو السلطه حتى هما كيف ما تشوفوا هكا، المهم كل واحد قلت لي مدبروا راسكم كل واحد ياخذ اللي بغى كل واحد شنو تشهى كل واحد شنو غادي ياكل. المهم حنايا تغطينا هنايا داكشي زوين صراحه عجبنا، وخرجنا من بعد ما سالينا باش غادي نتصيفطوا مع الاخت فاطمه الزهراء لان غادي تمشي لدارها، جات بعيده مسكينه جات مسافره من هذا المنبر غنشكرها بزاف. والهديه ديالها غادي نفتحها معكم في بني ملال في الدار ديالي جديده وغادي نوريها لكم ان شاء الله، ما عرفتش واش الفيديو الجاي ولا الاخر. المهم انا باقا هنا في مراكش ملي غنمشي لبني ملال ان شاء الله غنفتحها معكم. يلا خليكم معنا وفرجتكم ممتعه، ما تنساوش لايك وبارطاج، مع السلامه.